طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر، المسار التكنولوجي، مادة علوم الحاسب. نرحب بكم في درس جديد من دروس الوحدة الثانية البيانات والمعلومات، ودرسنا بعنوان تدريبات على المفاهيم النظرية للوحدة الثانية. نبدأ بالعنصر الأول من درسنا اليوم، حل التدريبات للمفاهيم والمعارف النظرية بمصدر التعلم الرئيس. تدريب رقم 1 بالكتاب المدرسي صفحة 225، اختر الإجابة الصحيحة. 1 يمكن تشفير، والاختيارات هي رسائل البريد الإلكتروني، الملفات على قرص الصلب، جميع مما سبق. والإجابة هي صحيح، جميع مما سبق. 2 يستخدم التشفير المتماثل فراغ لتشفير وفك التشفير ملف أو رسالة. الاختيارات هي المفتاح العام، نفس المفتاح، المفتاح الخاص. والإجابة هي نفس المفتاح. 3 التشفير غير المتماثل يعرف أيضا باسم، والاختيارات هي أداة كلمة مرور السرية، حماية البيانات، تشفير المفتاح العام. والإجابة هي صحيح، تشفير المفتاح العام. 4 في التشفير المتماثل، والاختيارات هي يتم رؤية بياناتك من الأشخاص غير المرغوب بهم، على المرسل والمستقبل معرفة المفتاح السري، والاختيار الأخير يمكن لأي أحد الاطلاع على بياناتك أثناء نقلها. والإجابة بكل تأكيد على المرسل والمستقبل معرفة المفتاح السري. ننتقل الآن إلى تدريب رقم 2 بالكتاب المدرسي صفحة 226. تحقق من الجملة التالية، هل هي جمل صحيحة أم خطأ؟ 1 تهدف عملية تشفير القرص الصلب إلى حماية نصف وحدة تخزين في حاسوبك، وهذه العبارة خطأ حيث أنها تهدف إلى حماية كامل وحدة تخزين في حاسوبك. 2 يهدف تشفير البريد الإلكتروني إلى حماية المعلومات الحساسة المحتمل قراءتها من قبل أي شخص آخر غير المستلمين المعنيين، وهذه العبارة عبارة صحيحة. 3 يمكن استخدام تشفير قرص الصلب مع وحدات التخزين الأخرى، وهذه العبارة صحيحة. 4 يمكن استخدام تشفير البريد الإلكتروني للتأكد من أنه سيكون قابل للقراءة من الأشخاص المعنيين فقط، عبارة صحيحة. 5 تشفير البريد الإلكتروني في الأوتلوك أو أوتلوك ويب آب يعني تحويلها من نص عادي يمكن قراءته إلى تسجيل صوتي، وهذه العبارة عبارة خاطئة حيث أنه يتحول إلى ملف مشفر. والآن ننتقل عزيزي الطالب إلى العنصر الثاني من درسنا اليوم، تدريبات إضافية عن المفاهيم والمعارف النظرية. ونبدأ بنشاط رقم 1، قم بربط كل نوع من أنواع التحقق من صحة خال البيانات مع الهدف منها. وأنواع التحقق المذكورة هي التحقق من النوع، التحقق من الصيغة، التحقق بالبحث، والتحقق من النطاق. نبدأ بالنوع الأول من التحقق وهو التحقق من النوع. الهدف من التحقق من النوع هو صحيح إدخال نوع القيمة الصحيح في حقل معين. والآن ننتقل إلى النوع الثاني وهو التحقق من الصيغة، والهدف منه صحيح التأكد من أن نوع البيانات يأتي في صيغة محددة مسبقا. ننتقل إلى النوع الثالث وهو التحقق بالبحث، صحيح الهدف من التحقق بالبحث هو يزيد من الدقة حيث يحد من أخطاء التهجئة خلال الإدخال. والآن ننتقل للنوع الأخير وهو التحقق من النطاق، والهدف من هذا النوع التأكد من أن القيم المدخلة تقع ضمن نطاق محدد. ننتقل الآن إلى نشاط رقم 2، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 1 البيانات الرقمية يمكن وضعها في ترتيب تصاعدي فقط، وهذه العبارة خطأ حيث أنه يمكن وضعها في ترتيب تصاعدي أو في ترتيب تنازلي. 2 تشمل الأعداد الصحيحة الأعداد الكلية الموجبة والسالبة والصفر، وهذه العبارة عبارة صحيحة. 3 في التعبيرات المنطقية يمكن تخزين الناتج في المتغيرات من نوع انتجر، وهذه العبارة عبارة خاطئة
حيث أن المتغيرات تكون من نوع بوليان. 4. يمكن قراءة الرموز الشريطية باستخدام قارئ الباركود للحصول على الرقم الذي يشير إليه، وهذه العبارة عبارة صحيحة. 5. من الأمثلة على الأعداد العشرية من نوع فلوت في لغة بايثون العدد 3+4j، وهذه العبارة خطأ حيث أن هذا العدد هو عدد بالنوع كومبلكس. 6. رمز الاستجابة السريعة QR هو الجيل الثاني من الرمز الشريطي الباركود، عبارة صحيحة. 7. من إيجابيات تربيز البيانات شغل مساحة أقل، وهذه العبارة عبارة صحيحة. والآن ننتقل إلى النشاط رقم 3. أعد كتابة ما تحته خط فقط لتصبح الجملة التالية صحيحة. 1. إن خانة التحقق شيك ديجيت هي رقم تتم إضافته إلى بداية رقم التعريف الذي يتم إدخاله، والكلمة المطلوبة على كتابتها هي كلمة بداية، والإجابة الصحيحة هي نهاية صحيح، حيث أن خانة التحقق هي رقم تتم إضافته إلى نهاية رقم التعريف الذي تم إدخاله. 2. البيانات هي المعلومات الموضوعية ذات الصلة والتي تساعدنا على اتخاذ القرار. الكلمة المراد إعادة كتابتها هي البيانات، والإجابة الصحيحة هي المعرفة، حيث أن المعرفة هي المعلومات الموضوعية ذات الصلة والتي تساعدنا على اتخاذ القرارات. 3. جدول الخطأ هو عبارة عن جدول يعرض ناتج تنفيذ العمليات المنطقية، والكلمة المراد إعادة كتابتها هي الخطأ، والإجابة الصحيحة الصواب، حيث أن جدول الصواب هو عبارة عن جدول يعرض ناتج تنفيذ العمليات المنطقية. 4. تشمل مصادر البيانات الرئيسة المجلات والصحف والكتب والوثائق والتقارير وشبكة الإنترنت، والكلمة المراد إعادة كتابتها حتى تصبح هذه الجملة صحيحة هي الرئيسة، والإجابة الصحيحة الثانوية، حيث أن مصادر البيانات الثانوية تشمل المجلات والصحف والكتب والوثائق والتقارير وشبكة الإنترنت. 5. الضغط هو وسيلة لحماية البيانات عن طريق إخفائها عن أشخاص غير المرغوب بهم، والكلمة المطلوب إعادة كتابتها هي الضغط، والإجابة الصحيحة هي التشفير، حيث أن التشفير هو وسيلة حماية البيانات عن طريق إخفائها عن أشخاص غير المرغوب بهم. 6. يعرف التشفير غير المتماثل أيضا باسم تشفير المفتاح الخاص، والكلمة المطلوب إعادة كتابتها هي الخاص، والإجابة الصحيحة هي العام، حيث أنه يعرف التشفير غير المتماثل أيضا باسم تشفير المفتاح العام. والآن نشاط رقم 4. اختر الإجابة الصحيحة. 1. يعد التاريخ 6 مارس 2020 مثال على البيانات، والاختيارات هي الرقمية، الأبجدية، الأبجدية الرقمية، والإجابة الصحيحة هي صحيح، الأبجدية الرقمية، حيث أنه كما تشاهد عز الطالب أن التاريخ عبارة عن مزيج بين الأرقام والحروف الأبجدية. 2. قيم المتغيرات المنطقية A و B المستخدم في العملية المنطقية A and B ليكون ناتج True هو، والاختيارات A false B false، الاختيار الثاني A true B true، والاختيار الثالث A true B false، والإجابة الصحيحة هي بالتأكيد A true B true، حيث أنه كما تعرف عزيزي الطالب أن العملية المنطقية AND يكون الناتج فيها true في حالة واحدة فقط، وهي أن كلا المتغيران في حالة true. 3. تبنى الاستنتاجات والقرارات المختلفة على البيانات، المعلومات، أم المعرفة، والإجابة الصحيحة هي صحيح، المعرفة. 4. من الأمثلة على البيانات الثابتة، الاختيار الأول تاريخ ترميم قلعة أثرية، والاختيار الثاني تاريخ إنشاء قلعة أثرية، والاختيار الثالث هو درجة الحرارة، والإجابة الصحيحة هي بالتأكيد تاريخ إنشاء قلعة أثرية، حيث أن هذا التاريخ تاريخ ثابت يتم تسجيله مرة واحدة فقط. ننتقل أعزائي الطلاب إلى حل نشاط رقم 5. اختر المثال الملائم
من القائمة التالية لبعض أنواع البيانات في لغة بايثون الموجودة في الجدول، وهذه الأمثلة هي 2 زائد 5J 7.5 True قطر 100، بينما أنواع البيانات المذكورة هي عدد صحيح انتجر، عدد حقيقي float، عدد مركب complex، نص string، بينما المتغير المنطقي هو boolean. المثال الأول هو 2 زائد 5J، يعتبر من الأمثلة على صحيح عدد مركب complex. 7.5 يعتبر مثال على صحيح عدد حقيقي float. True يعتبر مثال على صحيح متغير منطقي من نوع بوليان. قطر، وذكر متلاحظ الطالب أنها بين أقواس علوية، تعتبر مثال على صحيح نص string، بينما 100 تعتبر مثال على رقم صحيح من نوع integer. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نشكر لكم حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.